السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم يا دكاترة؟ هنتكلم ان شاء الله النهاردة عن الاميونولوجي، وهنتكلم مخصوص يعني عن الانيت اميونيتي والكومبلمنت. طيب، في البداية قبل ما نتكلم عن الاميونولوجي لازم نعرف اربع مصطلحات. المصطلح الاول، يعني ايه كلمة اميونيتي اصلا؟ الاميونيتي هو عبارة عن الجهاز اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقه جوه جسمي علشان يحميني ضد اي معتدي خارجي، اللي هي البكتيريا، الفنجاي، البارازيتيك، الفيرال، او اي مفسد داخلي جوه جسمي زي التيومر سيلز. يبقى الاميونيتي ده عباره عن ايه؟ عباره عن هذا الجهاز المتشعب اللي هنلاقي فيه جوه مجموعه من الخلايا كتير، ومجموعه من البلازما سيلز كتير، بلازما بروتين كتير، كل واحده بتأدي دورها وهنعرفه في وقتها. تاني حاجه هنتكلم عنها مصطلح تاني، اميونو ديفيشنسي. الجهاز اللي احنا بنتكلم عنه ده لو ابتدى يصيبه حاله من الوهن والضعف، فبالتالي هيبتدي يبقى ايه؟ عرضه لاي ايه؟ اي انفكشن. طيب، ده الاحتمال الاول ان يحصل اميونو ديفيشنسي. الاحتمال الثاني، لا، ان مش هيحصل اميونو ديفيشنسي، بقى هيحصل حاجه اسمها هايبر سنسيتيفيتي. يعني ايه هايبر سنسيتيفيتي؟ يعني سيفير رياكشن، ان ابتدى يحصل رياكشن عنيف جدا، مش بس ضد الاكسوجينس انتيجين، لا، ده ابتدى كمان يبقى ضدي انا شخصيا. فبدل ما يدمر الاكسوجينس انتيجين، ابتدى يدمر جزء من جسم الانسان. رياكشن عنيف، ده اللي اسمه هايبر سنسيتيفيتي، يعني ده سيفير رياكشن اجينست اكسوجينس انتيجين. طب الاوتو اميون؟ لا، الاوتو اميون ده مصطلح مختلف شويه، ان ابتدى يحصل الرياكشن مش لاكسوجينس ماتيريال، لا، ده ابتدى يحصل رياكشن للسيلف انتيجين بتاعتي انا. وكل واحده من دول، سواء اميون ديفيشنسي او هايبر سنسيتيفيتي او اوتو اميونيتي، ابتدى يظهر فيها مجموعه من الامراض هنتكلم عنها ان شاء الله. طيب، تعالوا نرجع لاول نقطه، الاميونيتي. الاميونيتي احنا عندنا منها قسمين. ربنا سبحانه وتعالى لما جه خلق لنا المناعه او الاميونيتي عمل فيها قسمين. القسم الاول اسمه النيت اميونيتي، وده ربنا ميزه بحاجتين. الميزه الاولى في النيت اميونيتي ان لازم يكون دوره ان انا امنع وصول الاكسوجينس انتيجين جوه جسم، ده مبدئيا. يعني الفكره الاولى ان انا همنعك توصل جوه جسم زي السكن والميوكس ممبرين. مش بس كده، ده انت لو وصلت هتتقتل، يعني مجموعه من السيلز هتطلع هتبتدي تقتل الانتيجين اللي ابتدى يظهر بدون بقى ما تتعرف عليه او تاخد الاي دي بتاعه او تشوفه جزء من جسمي ولا لا، يعني مش هتفسر كل ده، او تاخد ميموري سيلز او تاخد داتا عشان تبعتها للليمفوسايت. هي مش هتعمل كده خالص، هي هتمنع وصولك، ولو وصلت هتقتلك عشان ما تضرش جسمك. والحاجه الثانيه الادابتيف اميونيتي، ودي احنا ما بنكونش مولودين بيها، الانيت احنا كلنا مولودين بيها. الادابتيف اميونيتي انت بتكتسبها بمرور الوقت. تعالوا نتكلم عن الانيت اميونيتي. الانيت اميونيتي عندنا فيها ثلاث نقط. النقطه الاولى ان بتبقى حاجات زي التضاريس الطبيعيه بتاعت اي دوله تحميها من اي اعتداء خارجي، يعني زي البحار، زي الصحراء، زي الغابات، الحاجات دي innate immunity بالنسبة للأرض. إحنا innate immunity بتاعتنا هي الميكانيكال، زي السكن، زي الميوكوس ميمبرين. مش بس كده، الكيميكال اللي موجود زي HCL اللي موجود فين؟ في الاستومك. والفلورا اللي موجودة برضو عندنا فين؟ في الانتستين. كل دي كلنا مولودين بيها، وبتحمينا كلنا ضد إيه؟ ضد الإكسوجينس أنتيجين. طيب، لو تخيلنا ان الميكانيكال والكيميكال والفلورا ما عرفتش تحمينا من الاكسوجينس انتيجين، وفعلا ابتدى يقتحم جسم، ايه اللي يحصل؟ يقوم ربنا سبحانه وتعالى خالق مجموعه من السيلز، احنا برضو كلنا مولودين بيها. السيلز دي هي وظيفتها حاجه واحده بس، اللي هي الايه؟ القتل، تقتل، ناتشرال كيلر سيلز. الخلايا دي ملهاش ادنى علاقه خالص بميموري سيلز، باكتيفيشن، لا، هي مجرد ما هتشوف سيلز غريبه هتقتلها. كويس؟ ليه؟ علشان ما تعملش مور باثوجين. وانتيجين بريزنتنج سيلز حاجه تانية، دي وظيفتها انها تاخد الانتيجين توديه فين؟ لمقر السايموس جلاند، علشان يبتدي يتعرفوا على الانتيجين، ويتعرفوا الانتيجين ده نوعه ايه، ونعمل منه داتا كويسه جدا عشان نكون الميموري سيلز. يعني دي حاجه تانية خالص. يبقى الناتشرال كيل سيلز هتبتدي تقتل. طيب، في حاجه غير السيلز، حاجه ثالث نقطه، اللي هي السيتوكاينز والكومبلمنت. السيتوكاينز والكومبلمنت عباره عن مولكيولز، عباره عن بلازما بروتينز، دي وظيفتها انها تبتدي ايه؟ تعمل اتصالاتها جوه جسم الانسان، تجيب شويه السيلز الانفلاماتري سيلز، تجيبها مكان الانفلاميشن،
يبقى السيتوكاينز والكومبلمنت ده عباره عن ايه؟ عباره معظمها عن وسائل اتصال جوه الجسم، ان انا ابعت اجيب الانفلاماتري سيلز لمكان الايه؟ لمكان الانفلاميشن. تعالوا ناخد بقى الناتشرال كيلر سيلز ونعرف هي ازاي الميكانيزم بتاع الكيلينج بتاعها. احنا عندنا جوه جسمنا كله، احنا عندنا جوه جسمنا خلايا، الخلايا دي كلها بتحمل اي دي، ده فعليا الخلايا كلها بتحمل جوه جسمنا اي دي. الاي دي وظيفته ده ايه؟ ان الناتشرال كيلر سيلز واي خلايا من خلايا المناعه لما تيجي تعدي تشوف ان الخليه رافعه الاي دي بتاعها فمش هتاذيها، كان الاي دي ده بيعمل انهيبيشن للناتشرال كيلر سيلز. طيب لو الخليه ما عندهاش الاي دي ده ايه اللي هيحصل؟ الناتشرال كيلر سيلز هتبتدي تقول ان الخلايا دي مش تبعي في الجسم، وادام هي مش تبعه هتبتدي تتعامل معاها بمبدا الايه؟ القتل، هتقتلها. طيب ايه السيلولر اي دي؟ عندنا حاجه اسمها الام اتش سي 1 و2 ده هنشرحها بعدين، ولكن احنا دلوقتي بنقول الام اتش سي 1. الخلايا كلها رافعه ام اتش سي 1، وده معناها ان انا بقول لك ان انا تبعك في جوه الجسم، ما ايه؟ ما تاذينيش. طيب لو ابتدت الخلايا دي تصاب بفيرال او مالجنسي او بكتيريا اللي هو الانترنال باثوجين، ايه اللي يحصل؟ يبتدي الام اتش سي 1 ما يترفعش بره الخليه. ام اتش سي 1 ده بالظبط عامل زي العلم الابيض، الرايه بتاعت الاستسلام، اللي هو ما تجيش جنبي، خلاص انا تبع جسمك وما تاذينيش. وانس ان الخلايا دي جالها فيرال معتدي خارجي او مالجنسي مفسد داخلي او انتراسيلر بكتيريا، يبتدي الام اتش سي 1 يقل، ويبتدي الناتشرال كيلر سيلز ما يحصلهاش انهيبيشن وتبتدي تقتله. طيب القتل هيحصل ازاي؟ الناتشرال كيلر سيلز هتعمل كيلينج بحاجتين. اولا هي عندها تو كومبوننت، اول واحد اسمه البرفورين. البرفورين ده يبتدي يخرم الايه؟ يخرم البلازما ميمبرين بتاعت الايه؟ بتاعت السيلز المصابه بانترنال باثوجين. بعد ما خرمت الميمبرين تبتدي تدخل لها ايه؟ تدخل لها حاجه اسمها جرانزايم. يبقى البرفورين بيخرم السيل ميمبرين، والجرانزايم هي دي اللي بتكسر الايه؟ هي دي اللي بتكسر الخليه عشان في الاخر يحصل لها ايه؟ ابوبتوسيس. نركز كويس في الناتشرال كيلر سيلز، لان هنلاقي يعني هنلاقي الاميونيتي كله داخل جوه بعضه، ده بيعمل اكتيفيشن لده وده بيعمل اكتيفيشن لده. يبقى عرفنا الرول بتاع الام اتش سي 1 لما يقل تبتدي الناتشرال كيلر سيلز تقتله. كده خلاص قلنا الميكانيكال والكيميكال والفلورا، وقلنا الناتشرال كيلر سيلز. انجي بريزنتنج سيلز هنتكلم عليها ان شاء الله في السيل ميديتد اميونيتي، والسيتوكاينز كذلك. تعالوا نتكلم عن ايه يا شباب؟ عن الكومبلمنت. الكومبلمنت هي عباره عن بلازما بروتين اتكونت جوه الليفر. وظيفتها ايه؟ وظيفتها مجموعه من الاتصالات، بتعمل مجموعه من الاتصالات علشان تجيب الانفلاماتري سيلز، واحيانا ليها دور حتى في قتل الايه؟ البكتيريا زي الجرام نيجاتيف بكتيريا. في صوره مرعبه اللي انتم شايفينها دي، ولكن لما نفهمها هنلاقي الموضوع بسيط، واي قراءه هتقراها من بره هتحس ان الموضوع صعب جدا، وتلاقي سي 1 وسي 4 وسي 3. فحاول ارجوك يعني تفهم معايا الجزء ده، علشان ده هيساعدك ان شاء الله تفهم فيما بعد حاجات كتيره في الجلديه. يبقى ده اللي احنا كاتبينه، ان الكومبلمنت انها بلازما بروتين بتتخلق في الليفر، وليها كذا رول، وليها 3 اكتيفيشن باثوي، حاجه اسمه كلاسيك باثوي ولكتين باثوي والالترناتيف باثوي. الكلاسيك باثوي ده بيعتمد على وجود ان الانتي بودي مسك في انتيجين، يعني جه انتي بودي مسك في انتيجين. احنا عندنا الكومبلمنت عباره عن مجموعه من الايه؟ من البلازما بروتين. فاختصارا للكومبلمنت خدنا حرف السي وقلنا هي من سي 1 لسي كام؟ لسي 9. كل شويه واحد ياكتف 2 و2 ياكتف 3 و3 ياكتف 4، بتمشي بالترتيب ولكن مش ترتيب قوي. طيب وانس ان الانتي بودي مسك في الانتيجين، الانتي بودي اللي هو اميونوجلوبولين جي وام، مش دي ولا اي ولا اي، كويس؟ تبتدي السي 1 يحصل لها اكتيفيشن، وهي مكونه من ثلاث اجزاء، الكيو والار والاس. طيب حصل اكتيفيشن للسي 1، هتقوم عامله اكتيفيشن للسي 4. السي 4 مكونه من جزئين A و B. A خلاص هتبعد شوية ويتفضل لنا الـ C4B، دي المهمة. الـ C4B هتبتدي تعمل activation للـ C2، الـ C2 برضو مكونة من A و B. الـ C2A تطلع برة، هيبقى ليها وظائف بس الأهم عندنا C2B. يبقى احنا كده عندنا C4B و C2B.
الاتنين مع بعض هيكسروا السي 3. علشان كده هتلاقي مكتوب عندك في الورق ان في حاجه اسمها سي 3 كونفرتيز اللي هي سي 4 بي سي 2 بي، كلام صعب جدا. لكن السي 4 بي والسي 2 بي هم دول السي 3 كونفرتيز اللي هيكسر السي 3 الى سي 3 اي وسي 3 بي. كلام جميل. طيب السي 3 بي دي مع الاثنين اللي فوق اللي هم سي 4 بي وسي 2 بي وسي 3 بي اسمهم سي 5 كونفرتيز. طب ليه مش هيكسروا السي 4؟ لا، لان السي 4 هي دي كانت اول واحده. يبقى كده قلنا 1 4 2 3 وخلاص، قلنا الاربعه فجينا على ايه؟ 5. طيب السي 5 هتتكسر حتتين سي 5 اي وسي 5 بي، والسي 5 بي تبتدي تعمل اكتيفيشن بنفس الكلام لسي 6 و7 و8 و9. طيب لازمته ايه الكلام ده؟ لازمة الكلام ده ان انت مجرد ما هتفهم الصورة وتحفظها هتلاقي كل الكلام اللي انت بتقراه في ملزمتك او في ورقك سهل. يبقى احنا كده عندنا من سي 1 لسي 9، هغير بس مكان الايه؟ الاربعة، هجيبها بعد الواحد. يبقى سي 1 4، بعد كده ارجع بقى التاني 2 3 وخلاص قلنا 4 5 6 7 8 9. طيب ايه الفانكشن بقى بتاع الكومبلمنت؟ قلنا هو وسيلة اتصالات. بس تعالوا نبتدي نقول واحدة واحدة. مهم جدا عندنا نعرف ان السي 3 بي بيعمل اوبسنايزيشن. يعني ايه اوبسنايزيشن؟ اوبسنايزيشن ده بالظبط عاملين زي ما كنا بنعمل، مثلا عايزين نعمل تورتايه فجبنا الكيك، احنا ممكن ناكل كيك عادي، لكن علشان تبقى تورتايه وعشان تتاكل كلها نعمل ايه؟ نحط شويه شوكليت ونحط شويه مش عارف مكسرات، وبعد كده نجيب كام كريزه نحطها فوق، ونحط مش عارف ايه يعني الزيادات اللي احنا بنحطها علشان يبقى طعمها احلى. هو ده الاوبسمايزيشن، يزود شهيه الماكروفيج للبكتيريا دي. فالسي 3 بي يروح ماسك فين؟ السي 3 بي ده يروح ماسك في البكتيريا. لما يمسك في البكتيريا الماكروفاج تلاقي شهيتها اتفتحت جدا 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 للايه؟ للباثوجين، فتقوم واكلاه. لكن هي كده كده هتاكل الباثوجين، اه هتاكله، لكن لما يبقى عليها سي 3 بي وعليها شويه مكسرات هتاكله ايه؟ اسرع. هو ده معنى كلمه اوبسنايزيشن. طيب في حاجات قلنا عليها انها مش مهمه قوي اللي هي سي 4 اي وسي 3 اي والسي سي 4 اي وسي 2 اي وسي 3 اي والسي 5 اي. الحاجات دي كلها هي المسؤوله عن السيفير انفلاميشن او الانافلاكسس. دي مش حاجه حلوه، دي حاجه برضو وحشه. طيب السي 5 اي ده بقى بالذات لما يحصل انفلاميشن في مكان ويبتدي الكومبلمنت باثوي ده يحصل له اكتيفيشن ويخرج السي اي، السي اي ده يقوم متصل فورا بالنيوتروفيل علشان تحضر لمكان الايه؟ لمكان الانفلاميشن، عشان تكسر الايه؟ تكسر البكتيريا او تكسر الانتيجين اللي موجود. طيب بعد كده لما يحصل اكتيفيشن بقى للايه من سي 6 لسي 9، هو ده اللي احنا بنسميه الماك او الممبرين اتاك بروتين. ده اللي بيجي على الجرام نيجاتيف بكتيريا، علشان كده حطيت لك عليه علامه استفهام، هو ده الماك، ويبتدي يخرم في الجرام نيجاتيف بكتيريا لحد ما يقتلها. كلام جميل. طيب ده كده اللي قلناه كلاسيك باسوي، وده لو انت عرفته او فهمته خلاص انت مش محتاج حاجه تانية. ولكن هتلاقي في بعض الكتب كاتب هنا ان السي 2 بي هي اللي بتطلع والسي 2 اي هي اللي بتعمل اكتيفيشن. لو لقيت الكلام ده، الكلام ده كان قديم شويه، كويس، الكلام ده هو جديد. طيب ده كده كلاسيك باثوي. عندنا حاجه اسمها ليكتين باثوي، ان البكتيريا اللي بتدخل جوه جسمي مش محتاجه بقى انتي بودي انتيجين، لا، البكتيريا عليها شويه سكر من بره، منوز. المنوز ده هو اللي بيعمل ايه؟ اكتيفيشن للباثوي من اول سي 4 بتاعتنا. يبقى المنوز شويه السكر اللي موجودين على الميكروبيال سيرفيس اللي هو الليكتين ابتدى يعمل اكتيفيشن للكومبلمنت، فده اسمه ليكتين باثوي. في باثوي مخالف، حاجه اسمها الترناتيف باثوي، ما بيمشيش بالطريقتين دول، يا اما بيمشي عن طريق سبونتينيوس مره واحده يبتدي الكومبلمنت يحصل له اكتيفيشن، كويس، يا اما عن طريق مايكروبيال سيرفيس. يبقى احنا عندنا طريقتين، يا سبونتينيوس يا مايكروبيال سيرفيس، ودي ما بتشتغلش من اول الباثوي، لا ملهاش دعوه لا باربعه ولا باثنين، تبتدي على طول من اول ثلاثه سي 3. علشان كده كاتب لك اكت اون سي 3 دايركت، بتحولها سي 3 اي وسي 3 بي، وبعد كده يبتدي السي 3 بي تكسر بقى السي 5 وهكذا. تمام كده الحمد لله خلصنا يعتبر الانيت اميونيتي، وبالنسبه للسايتوكاينز هنعرفها بعدين في الادابتيف اميونيتي، واشوفكم ان شاء الله في بقيه الايه الايمونولوجي. سلام.